And now with United Education by Mr. Ayman McNass. يعطيكم العافية جميعا. أول شيء شكرا لحضوركم، وبعرفكم أنا أيمن مكناس مدير العلاقات العامة في شركة يونايتد إديوكيشن. يونايتد إديوكيشن هي شركة استشارات تعليمية والوكيل الرسمي والمعتمد لأكثر من 60 جامعة تركية خاصة. راح نحكي تفاصيل أكثر عنها بعد شوي، بس ولكن أولا راح نحكي عن موضوع اختيار التخصص الأكاديمي أو المسار الأكاديمي. طبعا كلنا بنعرف أنه نقطة التحول في حياة الطالب من بعد المدرسة إلى الجامعة نقطة كتير مهمة في حياته، ولازم تكون مختارة بشكل كتير صحيح. فللأسف نحن كوطن عربي بشكل عام ما بنعطي كتير أهمية لهذا الموضوع، فبيتم اختيار تخصص بشكل كتير غريب. أحد الطلاب مثلا بيقول أنا بدي أدرس طب بشري، بنقول له ليش طب بشري؟ فبقلنا أنا لأنه أهلي بدهم أدرس طب بشري. بيجي طالب تاني بيقول أنا بدي أدرس هندسة، ليش هندسة؟ لأنه أنا ابن خالتي بيدرس هندسة وامي بدها يعني اكون احسن من ابن خالتي، فانا راح ادخل على التخصص واتفوق عليه. الطالب الثالث اللي رفيقه بيدخل تخصص معين وهو بده يدخل مع رفيقه، فهذا الشيء كثير خطا، وانما لازم يتم اختيار التخصص بشكل اكاديمي وصحيح، لان الطالب راح يكمل الحياه المهنيه بعد الجامعه ويضل كل عمره في هذا التخصص نفسه. فاحدى مخاطر الاختيار الخاطئ للتخصص ان نحن بيجي لعنا الطالب بعد ما يكون درس سنه او سنتين في الجامعه بيقول انا بدي اغير تخصصي. ليش؟ لانه انا ما لقيت حالي بهذا التخصص، داخل هندسه برمجيه وانا ما بحب البرمجه اصلا، او داخل طب بشري وانا بخاف من الدم اصلا. فلذلك بيجي لغير تخصصه بيكون خسر سنه او سنتين من حياته بسبب خيار خاطئ هو بلش فيه حياته. فموضوع اختيار تخصص يقسم الى قسمين. اول شيء اللي هو اختيار التخصص المناسب اللي هو بيتبع لميول الطالب من خلال امتحانات دولية معروفة لحتى يدرسوا ميول الطالب، هل الطالب مناسب للتخصصات الطبية ولا للهندسية أو للإدارية مثلا، ففي فرق كتير كبير بيناتهم. الخيار الثاني هو اختيار الجامعة المناسبة للطالب. في كتير جامعات، في كتير أوبشنز، مثلا مثل ما حكيت لكم عندنا نحن أكثر من 60 جامعة، طب شو بيفرق جامعة عن جامعة؟ مين الجامعة المتميزة في مجال الهندسات؟ مين الجامعة المتميزة في المجال الإداري لحتى تكون مناسبة للطالب أكثر؟ بالإضافة إلى أقساط الجامعة، وجود مكانة، والخصومات اللي هي بتقدمها نفسها. فأحد أكثر أهم التخصصات المطروحة حاليا في سوق العمل اللي هن الهندسات، البرمجة، الكمبيوتر، الذكاء الصناعي اللي هو واحد من أفضل المجالات الموجودة حاليا، وبيقولوا له هو من تخصصات المستقبل. مثل ما كلياتنا بنعرف أن هذا التخصص حاليا اللي عم يتم استعادة كثير وظائف من خلال برمجة بسيطة للكمبيوتر. تخصصات طبية طبعا اللي هي لا غنى عنها، مثل الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، والمجالات العلاج الفيزيائي وما إلى ذلك. الإدارية اللي هي إدارة الأعمال والتسويق ونظم المعلومات، بالإضافة لكثير تخصصات ثانية. فبالنسبة ليونايتد إديوكيشن نحن مهمتنا هون أنه نحط الطالب على الطريق الصحيح يبلش فيه حياته، من خلال فريق كامل من المرشدين الأكاديميين بيتواصلوا مع الطالب مكالمة، بيشوفوا هو شو التخصص الأنسب له والأفضل، يشرحوا له شوي عن التخصص، لانه الطالب لما يدخل على الجامعه ما بيكون عنده فكره ابدا بالهندسه المدنيه شو في مواد او شو راح يدرس او اذا تخرج شو هي فرص العمل، بغض النظر عن التخصصات الجديده اللي هو اصلا طالب ما عنده فكره عنها، مثل تخصص الهندسه الميكاترونكس مثلا، هو من التخصصات المستحدثه. فهو عباره عن ايش؟ هو عباره عن تخصص يدمج هندسه الكهرباء والالكترون مع هندسه الميكانيك، فالطالب ما عنده فكره بهيك تخصص، ولكن ممكن يشوف انه انا هذا التخصص بالضبط اللي كنت عم بدور عليه، بس ما كان عنده فكره عن هذا الموضوع. فلذلك نحن بنقدم للطالب هذا الموضوع بالاضافه الى جميع الخدمات اللي يحتاج الطالب لاحقا من بعد القبول الجامعي، ان كان استقبال من المطار، ان كان ترجمه الوثائق، تامين السكن الجامعي، حتى المرافق الى الجامعه للتسجيل في الجامعه. الطالب كطالب اجنبي بوصل لتركيا ما بكون عنده فكره عن اي شيء ولا عنده بيحكي لغه، فلذلك بده مين ياخده بايده يوصله للجامعه، بعدين يوصله للسكن يقول له هي جامعتك وهي سكنك، بامكانك تبلش حياتك التعليميه حاليا. طبعا يونايتد اديوكيشن فريقنا فيه اكثر من 100 موظف، مركزنا بمنطقه الفاتح في اسطنبول، اكيد الكل سامع عنها.
الخدمات اللي بنقدمها مثل ما حكيت لكم طبعا الاستشاره التعليميه والقبول الجامعي بنقدمه بشكل مجاني للطالب، كوننا نحن ممثلين معتمدين من الجامعات التركيه، فالطالب اللي بيسجل من خلالنا كانه سجل في الجامعه مباشره، بالاضافه الى الخصومات الاضافيه اللي نحن بنقدمها للطالب. الجامعات اللي بنشتغل معها كثير من الجامعات، حتى في اكثر من هدول، اهمها جامعه نيشان طاشي، جامعه ايدن، باتشا شهير، جامعة إشك، جامعة وفي أيضا موجودين جامعات في إسطنبول وفي أنقرة وفي بعض المدن التركية، بالإضافة إلى كم جامعة موجودة في قبرص التركية نفسها. في عنا عدة أفرع حول العالم، في عنا فرع بالعراق، في فلسطين، في الأردن، في المغرب العربي، أيضا في قطر موجود عنا فرع، وإن شاء الله في الخطة المستقبلية في عنا خطة لأنه نفتح فرع في كل دولة عربية. شكرا كثير لحضوركم، إذا في حد عنده أي سؤال ممكن ناخده بخصوص الدراسة في تركيا. طبعا نحن استاندنا وراكم مباشرة، بإمكانكم تجوا عنا على الستاند وناخذ كل الاستفسارات اللي حابينها أنتم. شو لسه ما عن... للأسف لسه ما في عنا فرع في مصر، ولكن إن شاء الله راح يكون في عنا في المستقبل. إن شاء الله. في حد عنده اي سؤال ثاني؟ طبعا في فكره بالنسبه للدراسه في تركيا، الدراسه طبعا هي متاحه باللغتين، اللغه التركيه واللغه الانجليزيه، ففي حال الطالب بده يدرس باي لغه وكان معه هي اللغه مباشره بيدخل على التخصص بشكل مباشر، ولكن في حال ما كان عنده هي اللغه بامكانه يدخل لسنه تحضيريه من الجامعه، بيخلص اللغه بعدين بيدخل على التخصص. في حال كان الطالب بيعرف انجليزي مثلا ولكن ما معه شهاده، في امتحان في الجامعة بعد القبول بإمكانه الطالب يدخل على الامتحان، إذا اجتازه بيدخل على التخصص بشكل مباشر، يعني الطالب مو محتاج أي شهادة حتى يسجل في الجامعات. وشكراً.